عايز اخد رايك في اقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع اللاعب يحيى عطيه الله. هو بيفوض وخلصوا يعني بيخلصوا فيه وقربوا يخلصوا فيه. ويحيى عطيه الله معروف يعني لاعب حلو جدا ولاعب مغربي حلو جدا، والمواضيع دي يمكن يعني بتوضح ان رضا سليم كمان موجود معانا من المغرب وهيجي مع علي معلول، بس هم كانوا على اساس ان هو ايه يعني فاضل له حاجات بسيطه وبيبقى فري، فهم بيقولوا لمارس الكولر ان يصبر شويه، لكن هو مش صابر وعشان علي معلول مصاب. يحيى عطيه الله لاعب المنتخب المغربي ولاعب كبير ولاعب ذو خبرات كبيره ولاعب لاعب في الوداد، والوداد دي من اكبر انديه افريقيا والوطن العربي، ولاعب ذو خبرات جامده، والنادي الاهلي في احتياج لباك ليفت فعلا. علي معلول ادى كتير وراجل خبراته وفادي الاهلي سنوات، فمحتاجين لاعب خبره يسد مكان الراجل ده، لان النهارده النادي الكبير لازم يكون عنده فريق بره وفريق جوه، واللي جوه زي اللي بره، فريق بينافس على اكتر من 5 6 بطولات، واحتمال في الموسم الجديد يكونوا 7 بطولات. لاعب كويس وخبره، وشفناه وهو بيلعب مع الوداد المغربي قبل ما يحترف بره. احنا بنتمنى الاهلي يجيبه يعوض لنا غياب الكابتن علي معلول، واخد بالك، عشان يعني نقدر نسد الخانه اللي باك الشمال اللي هي في الاهلي، ونتمنى بقى يجي لنا ويا رب يبقى في المستوى اللي هو كان فيه مع الوداد المغربي. يحيى عطيه الله يعني انا لاحظته اول مره شفته كان في نهائي افريقيا اللي فات ماتش الوداد مع الاهلي، بصراحه هو لفت نظري، يعني حسيته لاعب سريع ويعني عنده سكيلز كويسه ممكن يفيد الاهلي، يعني اظن لو الاهلي جابه هيفيدنا في ظل غياب علي معلول دلوقتي. يعني لاعب ممتاز، لاعب دولي، لاعب منتخب المغرب، لاعب في الوداد، ولاعب ممتاز هيسد فراغ في الجبهه الشمال وهيسد بعد اصابه علي معلول، وحاجه ممتازه وحاجه كويسه جدا. بص هو يحيى عطيه الله هتكون صفقه ان شاء الله، يعني صفقه القرن بعد امام عاشور، وده عشان خاطر ان الاهلي عشان علي معلول طبعا اتصاب ولازم يكون في باك ليفت كويس،